اللي يكون بعض المعلومات الغريبة عن توم وجيري. كان توم في الحلقة الأولى يسمى جاسبير، وجيري يسمى جينكس وتعني النحس، وهذا ما يدل على مطاردته من طرف توم. دائما ما نلاحظ عند بداية أو نهاية كل حلقة من توم وجيري ظهور هذا الأسد الشرس، فأكيد تتساءلون كيف تم تصويره. إليكم الإجابة. في حقيقة الأمر جيري قوي عن توم إن آمن بقوته، ولكن يصعب عليه أن يصل إلى تلك الدرجة من الجنون. توم لم يستطع الإمساك بجيري إلا مرة واحدة طوال البرنامج، حيث قام بتحضير فخ للإمساك به. عندما كان يقوم توم بالعزف على البيانو في إحدى الحلقات، كان يعزف بطريقة سليمة ولا يقوم بحركات عشوائية. المرأة التي كانت في توم وجيري والتي لم يظهر وجهها في أغلب الحلقات هي التي لم تريد إظهار وجهها لتتعمد تشويق الأطفال، وهذا هو وجهها الحقيقي. ظهر توم وجيري لأول مرة عام 1940، وكان على شكل فيلم بعنوان باسكتس ذا بوت. ونظرا لنجاحه الباهر تابع الفنانين عملهما بإنتاج المزيد من الحلقات. فاز مسلسل توم وجيري بالسبع جوائز أوسكار كأفضل فيلم رسوم تحريك قصير، وبذلك يكون الكرتون الأكثر فوزا بهذه الجائزة. عدد حلقات توم وجيري هو 162 حلقة، وكانت آخر حلقة تم إنتاجها من البرنامج في 2005 بعنوان كاراتي جار. تم تتويج برنامج توم وجيري عام 2000 كواحد من أفضل البرامج الكرتونية على مر التاريخ. اعتمد منتجو برنامج توم وجيري على فرقة أوركسترا لتأدية المؤثرات الصوتية، حيث تضم ما يقارب 100 عازف مختلف الآلات الموسيقية. ينقسم برنامج توم وجيري إلى عدة أجزاء، ولكل جزء شعار خاص به، لكن الغريب في الأمر أن جيري يبتسم في جميع هذه الشعارات رغم وجود قط كبير وراءه. هناك دراسة أثبتت أن سبب نجاح برنامج توم وجيري هو اعتماده على الاتصال البشري بنسبة 95%، وفقط 5% على الكلام، مما جعله بسيطا وسهلا في الفهم. في بعض الحلقات رأينا جيري يعتني بفأر أصغر منه أبيض اللون، فهذا الفأر هو ابن عمي جيري. رغم أن برنامج توم وجيري صنع في سنة 1940، إن لا يزال يبث في القنوات التلفزية ولا زال يحصل على شعبية كبيرة إلى يومنا هذا. في عام 1957 تم إطلاق مسلسل جديد مستوحى من توم وجيري، وكان من بطولة الكلب تيك وابنه سبايك، ولكن لم يستمر لأكثر من حلقتين، ليس بسبب فشل البرنامج وإنما بسبب إغلاء الاستوديو المنتج له. القط والفأر لم يكنوا في الأصل توم وجيري، بل كانوا جاسبر وجينكس، وقد تم اختيار الاسمين توم وجيري بعد أن قامت الشركة المنتجة بعمل مسابقة بقيمة $50 لأفضل اسمين لشخصيتين، وفاز بها رسام يدعى جونكا. كاتب برنامج توم وجيري هو من أصل سوري ويدعى ويليام حنف. في عام 1975 ولفترة قصيرة أصبحت توم وجيري أصدقاء في سلسلة خاصة، والتي شهدت لهم السفر في معظم دول العالم، حيث يتنافسون في الألعاب الرياضية وحل الألغاز وتبادل الإيماءات الرقيقة. ويليام حنا وجوزيف باربرا هما مبتكرا شخصيتي توم وجيري، هما أيضا مبتكرا برنامج سكويدو والسنافير وفريد لينستون. كانت هذه أغرب 20 معلومة عن توم وجيري. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. والآن شاركنا